نحافظوا على الصحه ديالنا. هذا هو او هذه هي النصيحه ديال سي نبيل عياشي الاخصائي في التغذيه بامتياز. علاش 10 وشنو هي الاطعمه سي نبيل عياشي؟ نعم، فربما فيما يخص مجموعه ديال النصائح ولا مجموعه المشاكل اللي اصبحت تظهر الان وخصوصا فيما يسمى بامراض العصر، فاكيد ان كاين هناك الجانب ديال الوقائي اللي تيخصنا تيلعب دور مهم. هذا الجانب الوقائي عنده علاقه مباشره بالاغذيه، بطبيعه الحال تنهضروا على الامراض اللي عندها علاقه مباشره بالاغذيه. ملي تنهضروا على هذه الامراض يمكن نجبدوا الامراض السرطانيه، يمكن نجبدوا امراض مثلا اللي عندها علاقه بالارتفاع ولا بانخفاض بعض المواد بحال مثلا ارتفاع الكوليسترول، المشكل ديال القبض مثلا اللي سمحوا تيعانيو بزاف ديال الناس. ما غنهضرش على مشكل السمنه، لان مشكل السمنه كاين، ولكن مشكل السمنه بعض الاحيان تيكون ساهل، خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. وكاين هناك امراض اخرى اللي هي امراض داخليه اللي ربما تتبان مع مرور الوقت، وكاين امراض اللي تنتعيشوا معها يوميا، وهذه الامراض يمكننا اننا نتجنبوها لو اننا يكون عندنا واحد النظام غذائي اللي هو بسيط، اللي هو سليم، اللي هو متوازن، ولكن بطبيعه الحال اللي خصو يكون يوميا، لان ماشي مره في 3 شهور ولا مره في 6 شهور عاد تنبغيو نردوا البال ربما لروسنا وتنديروا واحد النقطه اللي هي ايجابيه ولا واحد النقطه اللي هي مزيانه وتنقولوا ربما ما عطاتش نتيجه. وهاد النقط اللي غادي نهضر عليها اليوم ولا هاد الاغذيه اللي غادي نهضر عليها اليوم طبيعه الحال تنهضروا بالنسبه للناس اللي ما تعانيهم حتى شي مرض، الناس اللي ما عندهم حتى شي دواء، الناس اللي في حاله صحيه اللي هي جيده واللي الهدف منها بطبيعه الحال هي الوقايه. فنبداو بالماء بطبيعه الحال اللي هو ضروري خاصو يكون. واش ندخلوه في العشره ولا ما ندخلوش؟ ما غاديش ندخلوه في العشره. انا كنحسب معاك، انا ولكن الماء ضروري ما غندخلوش في العشره، حيت الماء ضروري خاصه يكون. بطبيعه الحال بالنسبه لي انا يعني شخصيا الغذاء الضروري اللي ضروري خاصه يتخذ بشكل يومي تنهضروا على زيت البلديه او زيت العود ولا زيت الزيتون. ملي تنهضر على الاستهلاك ديالها ماشي ضروري الاستهلاك يكون بكميات كبيره، وهذه هي النقطه اللي بغيت نوصل لها من خلال هذه العشره ديال الاغذيه. راه الاستهلاك تيخصو يكون بكميه قليله ولكن على المدى البعيد. فالاستهلاك مثلا ديال 4 معالق ولا 5 معالق ديال زيت العود يوميا النقطه اللي هي ضروريه، سواء في الفطور سواء في الغداء مع الشلاضه او ملي نطيب طاجين ممكن اننا نديرها فوق منه. ثاني بالنسبه لي انا شحال هي غادي يقولها هي الاولى؟ لا بالنسبه لي انا الا بغينا نرتبهم في الاهميه نقدر نقول لك التمر مثلا. فالتمر تيجي في الاهميه في الخانه الثانيه للاستهلاك ديالو كذلك خاصو يتم بشكل يومي. وملي تنهضر على التمر انا دائما تنقولها ماشي ضروري نشريو المجهول ب 140 درهم، نشريو على هذاك المعروف ب 20 درهم ولا 30 درهم ولا 10 درهم. راه تيوصل زين ماشي المجهول المعروف راه تيوصل حتى 10 درهم و 300 درهم الكيلو التمر العادي الصغير، راه ممكن اننا نسدوا الاحتياجات ديالنا انطلاقا 300 درهم الكيلو. ممكن هذاك التمر راه هو مفيد ومهم بالنسبه للجسم ديالنا، عنده خصائص ديال التمر كلها. نعم، الوغ هاد الغذائين هادو، فالزيت مثلا هو غذاء اللي هو زيتي وبالتالي فيه الفيتامينات المذابه في الدهون، فيتامين ا فيتامين او. التمر هو غذاء مائي وبالتالي فيه الفيتامينات اللي ما كايناش في الزيت البلديه اللي غنلقاوها في التمر، وبالتالي الا جمعناهم فغادي يتكاملوا مع بعضياتهم. تنهضر على اليوم، فالتمر مثلا فيه فيتامينات المجموعه ب، فيه البوتاسيوم. شحال التمر تقريبا في النهار؟ 3 4 2 1، المهم يكون بشكل يومي. نمشيو يعني الا بغينا نمشيو للاهميه، نمشيو للاهميه ماده ثالثه، الخبز الكامل او الخبز بالنخاله او الخبز ديال الشعير. يعني هنا تنهضروا على الخبز الكامل اللي ضروري ان الاستهلاك ديالو كذلك خاص يكون. علاش ما تنهضرش على الخبز؟ ما تنهضرش على ماشي الاستهلاك ديال الخبز، الاستهلاك ديال الماده اللي هي الزرع بالنخاله ديالها، ونقدروا نزيدوا عليها مثلا واحد المعلقه ولا جوج ديال النخاله في اليوم، وخصوصا بالنسبه للناس اللي الغذاء ديالهم ولا الماكله ديالهم فيها دهون كثيره. فضروري معلقه ولا جوج ديال النخاله اللي هي مهمه واللي بالنسبه لي انا ضروريه، الثمن ديالها ما مرتفعش درهم ولا جوج درهم الكيلو، ولكن الا ما كانتش غتكون عندنا في الخبز ضروري اننا ناخذوها هكا. دابا راه باقيين في الفطور، نقدروا ناخذوا زيت العود والتمر والخبز كامل في الفطور؟ نقدروا باش نكملوا هذاك الثلاثي ولا ربع ساعه هذا خصنا اتاي. اتاي باش هو خاصو ياخذ بطبيعه الحال الشاي. علاش؟ لان الشاي عامر بمضادات الاكسده، في مضادات الاكسده اللي هي مهمه بالنسبه للجسم ديالنا. الشرب ديالو ديال كاس ولا جوج كيسان في النهار نقطه اللي هي ايجابيه ومهمه، ولكن ما تنهضرش على اتاي بالسكر وما تنهضرش على اتاي بعشبه اخرى، تنهضر على شرب الشاي لان الشاي هو اصلا عشبه بلا نعناع خاصو تشرب هكاك. والشاي الا تشرب بدون سكر فيمكننا ندخلو في الحساب ديال هذوك جوج لترو الماء في النهار. واضح. خمسه، الخمسه زريع الكتان. زريعه الكتان، وكاينه السته هي الزنجلان. هادو جوج ديال الحبوب اللي انا بالنسبه لي شخصيا الاستهلاك ديالها خصو يكون بشكل يومي، يا اما نص معلقه صغيره ديال كل وحده فيهم، اولا ممكن نعجنوهم في الخبز، اولا ممكن نزيدوهم في الشلاضه مثلا، غير هما خصهم يتخادوا. يا معشوره،
فاش شريت الفاكهه كانت مخلطه بالزنجلان. لا لقيت اللوز مسند في ذريعه الكتان. مزيان مزيان نقط اللي هي ايجابيه. ممكن الناس انهم ياخذوا مع الياوغت مثلا، فبحال دابا انا شخصيا الصباح ملي تناخذ الياوغت ندير مع النخاله ومعلقه صغيره ديال ما بين الزنجلان وذريعه الكتان. فهادو بجوج علاش؟ لان هادو سي لوميغا 3 زيوت اللي هي نباتيه، لي ميكرو نيوتريمون كاينين في هادو، هما واخا صغار حبيبات صغيورين واخا ربما الكميه غتكون قليله ولكن المنفعه ديالهم غتكون كبيره. سبعه دونك قلنا زريعه الكتان، قلنا الزنجلان، بطبيعه الحال سبعه وثمانيه نقدروا ندخلوا الخضر والفواكه. هادو جوج ديال النقاط اللي هي بطبيعه الحال تنهضروا عليهم دائما ودائما تنشرحوا علاش وتنشرحوا كيفاش. سعود البصله داخله في الخضر؟ لا ولكن البصله نقدر مثلا ما ناكلش خيزو يوميا. نقدر ما ناكلش القرعه يوميا. فهمت. ولكن البصله تيخصها تتخاد يوميا. واضح. تنهضروا على البصله او الثومه، يعني وحده فيهم. علاش؟ لان فيهم الكبريت، فيهم ماده ديال الكبريت ديال السفخ. لكن انا اللفت مؤخرا ما ناكلش البصله. او لا اللفت مثلا فتبارك الله عليك. غير هادو ضروري خاصهم يكونوا مثلا القرعه نقدر ما ناكلهاش يوميا، ولكن البصله او الثومه ضروري خاص تكون وحده فيهم حاضره. تبقى 10 وحده في الفواكه الجافه، يا اما اللوز يا اما القرقع. وهنا ما تنهضرش على نص كيلو في النهار، ما تنهضرش على ربعه في النهار، ما تنهضرش حتى على 100 غرام في النهار، تنهضر على جوج حبات ثلاثه الحبات في النهار. واخا هاد العشره ديال المواد هادي السنابيعيه. نعم تفضل. الكبار والصغار. الكبار والصغار، غير لاحظتي هنا كاين واحد الملاحظه صغيره اللي نقدروا نديروها. ما كاينش لحوم. ما كاينش اغذيه حيوانيه. يعني هنا تقريبا 100% عندنا اغذيه اللي هي نباتيه. هذا لا يعني اننا غادي نستغناو على الاغذيه الحيوانيه، لان التوازن تيتم في الاسبوع. كاين هناك اغذيه اللي غناخذوها مره ولا مرتين في الاسبوع. ملي غنجي مثلا غناخذ السمك مره او مرتين في الاسبوع، غناخذ البيض مره او مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، غناخذ الدجاج كذلك مثلا. فهنا تندخل الاغذيه الحيوانيه، ولكن راه ممكن هذه الاغذيه ديال الا لاحظتي الاغذيه الحيوانيه ما ذكرناش بان ضروري خصها تكون حاضره عندنا مثلا في الاستهلاك اليومي، ولكن ممكن اننا نزيدوا. علاش؟ لان التناول ديالها مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع لو عودنا حاجه باخرى فتمكننا نسدوا الاحتياجات ديالنا، في حين الاغذيه اللي ذكرناها هنا الان هي اغذيه اولا من اجل الطاقه، اغذيه من اجل الالياف الغذائيه، اغذيه من اجل مضادات الاكسده، اغذيه من اجل الفيتامينات، من اجل الاملاح المعدنيه، والاستهلاك ديالها بهذه الطريقه هذه تعطيني واحد التوازن عام بالنسبه للجسم ديالي، سواء بالنسبه للناس اللي تيديروا خصوصا بالنسبه للناس اللي تيديروا الرياضه. ضروري تيخصهم الاستهلاك ديال هذه الاغذيه، وما نقولوش بانها غادي تغلط، لان حنا هضرنا ان الغلاء ملي تنهضروا على السمنه هي توازن ما بين شحال تندخل وشحال تنخرج. والرياضه هي اللي غادي نديروا اللحظه مع الكوتش ياسين. شكرا لك سي نبيل العياشي، ونتمنى بان هاد لا ليست تكون عندكم في الثلاجه ديالكم نعاودها باش تبقى عندكم راسخه في الدين. واحد زيت العود، جوج التمر، الخبز الكامل، اتاي، زريعه الكتان، الزنجلان، الخضر، الفواكه، البصله او الثومه، اللوز او القرقع، 10 ديال المواد خاصنا نتناولوها كل يوم ان شاء الله لصحه جيده. عفوا.